السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعتكم اليوم في فيديو جديد وفي دبارة جديدة. اول حاجة ناخذ ثانية من وقتي وقت ونصلوا فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم كيف ما تشوفوا الدبارة متاعنا او الوصفة متاعنا هي بريوش الشبت. بريوش الشبت في شكل اسميت التركي، يعني الوصفة هذية هي وصفة بالاساس تركية، كنت قبل قدمتها لكم بشكل اخر، اليوم حبيت نعملها بشكل سميت. وبالحق ما نحكي لكمش النتيجة روعة قد ما نحكي لكم وشوي، نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم. ونتعدوا توا باش نحضروا مع بعضنا الوصفة هذية. اول حاجة لهنا ناخذوا الريسيبيون نصبوا فيها 400 مللتر حليب دافي، يعني بالكاس نتاع 200 مللتر نكيلو زوز كيسين 400 مللتر حليب دافي باش نصبوهم لهنا، وباش نصبوا معاهم نص كاس ماء دافي زادة. كيف ما شفتوا هذايا ماء دافي يعني 50 مللتر. ولهنا باش نحطوا السكر، عندي 3 مغارف ماكله سكر، وباش نحط مغرفه ونص خميره فوريه. بالنسبه للخميره الفوريه تنجموا تحطوا 10 غرامات، انا كيف ما شفتوا باش نكيل مغرفه ونص. كيف ما شفتوا هذوما 400 مللتر حليب، 50 مللتر ماء دافي، الحليب والماء يلزمهم يكونوا دافيين، وثلاثة مغارف ماكلة سكر، ومعاهم مغرفة ونص خميرة فورية. نخلطوا الخليط هذايا مع بعضه، هذه المرة الأولى باش نخلوا الخميرة هذه تتفاعل، نخلطوهم مع بعضهم نغطوهم مدة 3-4 دقائق لين تتفاعل الخميرة هذيك، تتفاعل الخميرة هذيك في السخانة، ومن بعد باش نرجعوا نحضروا العجينة متاعنا. كيف ما شفتوا هذه الخميرة متاعي تفاعلت توا، لهنا صبيت عليها كاس 200 مللتر زيت نباتي، وزدتها عظمة كاملة وأبيض عظمة، الأصفر الآخر يعني كعبتين عظم نفصلوا أصفر عظمة نخلوه للدهن، وعظمة كاملة وأبيض عظمة نصبهم في الخليط. ولهنا مغرفة ماكلة كيف ما شفتوا مش مليانة برشا ملح، ومعها مغرفة زبدة تكون طرية بحرارة الغرفة. ولهنا عندي نص ربطة شبت قصيتها، غسلتها وقصيتها جويدة، نحطهم هذوما الكل نخلطهم مع بعضهم بالطريقه هذيا. وتو باش نبدا نزيد في الفارينه ونعجن العجينه نتاعي. بالنسبه للفارينه انا كيلت 8 كيسان، انتم بالطبيعه انتم والخليط نتاعكم، فما فارينه تشربوا فارينه ما تشربوش كيف ما قلت لكم ديما، تبدا تزيدوا في الفارينه وعينكم ميزانكم تبدا تزيدوا في الفارينه لين تتلم العجينه نتاعكم ويكون القوام يعني متماسك كيف ما تعرفوا، يعني عجينه نتاع بريوش ما تخافوش منها، حتى كان تكون طريه ما تخافوش منها ما تلصقش، خاطر فيها الزبده والزيت ما تلصقش. ولهنا صبيت الكمية متاع الفرينة الكل، نلم العجينة متاعي هذيك وبعد باش نرجع لكم. هذه العجينة متاعي توا تلمت بالباهي كيف ما شفتوا، لميتها بالباهي ما تستحقش باش نزيدها فارينة. انتم كيف ما قلت لكم انتم والفارينة متاعكم فما تشرب ما تشربش. لهنا كيف ما تشوفوا العجينة طرية شوية، ما تخافوش ما تلصقش، باش نغطيها هذه ونخليها لين يتضاعف الحجم متاعها. كيف ما تشوفوا هذه توا العجينة متاعي تضاعف الحجم متاعها، العجينة متاعي تخمرت. توا باش نبداو نشكلوا العجينه نتاعنا، نشكلوها في شكل كويرات، ناخذ طبق كبير يعني واسع باش نشكل كويرات دي بول يعني، نحطهم على جنب، مانيش ديريكت باش نشكل الكعك نتاعي او الشبت هذاك. بالطريقه هذه تو نوريكم، نشكلوا دي بول صغيرين نحطوهم في الطبق هذا على جنب، ومن بعد باش نكملوا المرحله اللي بعدها. كيف ما شفتوا ناخذوا دي بول صغيرين كيف ما هكا، ماذا بينا نكونوا نفس الحجم كيف ما شفتوا بالطريقه هذه. انا نحاول نلمهم يعني الكعابر نلمهم بالطريقه هذه ونحطهم. بالنسبه للكميه اللي عملتها انا كميه كبيره، انتم تنجموا تعملوا النص نتاعها. انا نعاود نذكركم بالمقادير: 400 مللتر حليب دافي، 50 مللتر ماء دافي، 3 مغارف سكر، مغرفه ونص خميره، ومن بعد خليتهم يتفاعلوا للخميره مده 3 دقائق، ومن بعد كملت يعني المكونات الاخرى اللي هي مغرفه زبده، كاس 200 مللتر زيت نباتي، وزدت معاها مغرفه نتاع ماكله ملح، وبالطبيعه نص ربطه شبت
وزدت 8 كيسان فارينة. انتم تنجموا الكمية هذيك تقسموها على 2 بقدرة ربي تجيكم كمية محترمة. كيف ما شفتوا بالطريقة هذه نكمل نكون ديبول هكاكا، ومن بعد بطبيعة بعد ما نكمل نكون الكعبر هذوما متاع العجينة باش نتعدوا نعملوا لهم الشكل متاعهم. كيف ما شفتوا هذوما الكعبر نتاع العجينه توا حاضرين. توا عندي زبده هكا طريه بحراره الغرفه، هذه باش نستعملوها في العجينه نتاعنا. نحط توا العجينه في طبق واحد اخر، نخلي الطبق اللي قدامي هذاك نخليه فارغ خاطر باش نخدم عليه. تنجموا تخدموا حتى على الرخامه مش مشكل. هذوما الكعبر نتاعي حطيتهم على جنب، ما تخافوش ما يعجنوش خاطر فيهم الزيت. ناخذوا بالكعبوره ونحطوا فيها بشويه بالمغرفه صغيره، نحطوا فيها شويه زبده بالطريقه هذه ونحلوها بالزبده هذيك. نحاولوا نحلوها العجينه نحلوها بالباهي لين تولي جويده بالطريقه هذه، عباره نفطروا في الخبز نحلوها بالباهي لين تدهن كامله تدهن بك الزبده، ومن بعد نلفوها رولو كيف ما شفتوا كاننا باش نعملوا خبز باجيت بالطريقه هذه. نعاود ناخذ الزبده نحطها بالطريقه هذه ونحل العجينه نتاعي باش تدهن كلها بالزبده، ومن بعد نلفوها في شكل رولو يعني تولي كيما الباجيت صغيره بالطريقه هذه. ونكمل انا الكميه كامله بالشكل هذايا، ندهن بالزبده وفي نفس الوقت نعملها في شكل رولو. بعد ما كملت الكمية هذيك توا خذيت طبق متاع الفور كيف ما شفتوا، فرشت فيه بابي كويسون وشعلت الفور خليته يسخن على 180 درجة. وتوا باش نبدو نشكلوا العجينة متاعنا. ناخذ العجينة متاعي هذيك في شكل رولو كيف ما شفتوا، نحاول اني العجينة هذيك نحاول نطولها شوية بالطريقة هذه، نحاول نحلها بين صوابعي كيما موضح في الفيديو بالطريقة هذه. كيف ما شفتوا توا العجينه نتاعي طولت بما فيه الكفايه. توا باش نبدا ايدين تجبد التالي ويدين تجبد القدام بالطريقه هذه كيف ما شفتوا، كاني باش نعمل كعبه نتاع سميت. ونلف الكعبه هكاكا نسكرها باش تكوني كعبه كيما الكعك نتاع السميت. هذه هي تكونت الكعكه الاولانيه كيف ما شفتوا، ونكمل الاخرين بنفس الطريقه. نحاول نحل الكعبة متاعي في شكل رولو كيف ما شفتوا، نحاول نطولها باش تجبد العجينة هذيك. تتحل العجينة هذيك في شكل رولو تبدأ طويلة وفي نفس الوقت تولي جويدة كيف ما شفتوا. وتوا بالطريقة هذه ايدين القدام تخدم ويدين التالي باش العجينة متاعي تتلواها هكاكا وتتكون لنا كعبة متاع كعك اللي هي معروفة كعك سميت. اما هذايا راهو ماهوش كعك سميت، هذايا راهو شبت كعك الشبت او بريوش الشبت في شكل سميت. هذايا راهو بريوش الشبت راهو ماهوش سميت. كيف ما شفتوا بنفس الطريقه نكمل الكعبات هذوكم ونحط في الطبق بالطبيعه. وكيف ما قلت لكم الفور يسخن على 180 درجه. بالنسبة للكعك هذايا كيف يكون الفور متاعكم سخون الفور شعلوه من فوقه من اللوطة، وإذا فيه مروحة على 180 درجة بقدرة ربي يطيبوكم في ساعة ما ياخذوش برشا وقت، درجين ربع ساعة ماكسيموم يعني ما ياخذوش برشا وقت. كيف ما شفتوا
بالطريقة هذه ونكونوا الكعكة هذه متاعنا. كيف ما شفتوا هكا نكونوا الكعك متاعنا ونحطوه في الطبق. توا بعد ما كملت الطبق الاولاني مازال خاطر العجينه، بعد ما كملت الطبق الاولاني توا هذوما باش ندهنهم باصفر العظم اللي خليته. كيف ما قلت لكم في الخليط حطيت كعبه كامله عظم، والكعبه الاخرى حطيت منها الابيض كهو، والاصفر حطيته على جنب باش ندهن به. بالنسبه ليا ما يحبوش ريحه العظم في الدار، الاصفر نتاع العظم هذاك زدتو الخل الابيض وخلطته باش ندهن به. كيف ما شفتوا هذا ما حطيت فيه الخل الابيض باش من بعد ما نحسوش الريحه نتاع العظم، يعني العظم ما تبقاش الزفوره نتاعها في البريوش هذايا، نحطوا فيها الخل الابيض. انتم بطبيعه تنجموا تدهنوا حتى بالحليب والسكر والا حليب ونسكافيه زاده يعطيكم نفس اللون. اللي ما يحبش ريحه العظم بالطبيعه ينجم يدهن بالحليب والنسكافيه. كيف ما شفتوا ندهنهم هذوما الكل. بالنسبه لكم انتم تنجموا راهو في خطوه اختياريه، تنجموا ترشوا السينوج ولا ترشوا السمسم. انا مانيش باش نرش خاطر هذايا بريوش ماهوش كيف ما قلت لكم ماهوش سميت، هذايا راهو بريوش متاع الشبت، يعني كيفاش نقولوا نحنا الاصل هو هكاكا يعني بالشبت اكهو، ما يترش فوق منه حتى شيء. خطوه اختياريه منكم، تنجموا ترشوا عليه السينوج ولا ترشوا عليه السمسم كيف ما تحبوا، اما هو في الاصل يعني الطريقه الاصليه ما يترش فوق منه حتى شيء، يعني يبقى ساده. كيف ما شفتوا هذه تو كملت دهنتهم الكعبات نتاع البريوش هذوما، دهنتهم باصفر العظمه. تو باش نحطهم في الفور يتيبو ونرجع انا نكمل الكميه الاخرى ونوريكم النتيجه في الاخر الكعبات نتاع البريوش كيفاش. هذوما في الفور كيف ما شفتوا حطيتهم في الفور، نخليهم يتيبوا لين يتحمروا بالباهي، ياخذوا لون من فوقهم اللوطه يتحمروا بالباهي، ومن بعد نوريهم لكم كي يخرجوا. هذايا البريوش نتاعي كيف ما شفتوا، هذايا اللون نتاعو، هذاك الشكل نتاعو، ديجا تشوفوا اللون يحكي وحده. ما نحكي لكمش الريحه فايحه، وخاصه الشبت هذاك زادوا مطعم وراهو حشوش من داخل، وكل سلوك سلوك من داخل عباره تحل في كعبه ملاوي، يعني ياكل الشكل هذاك اللي عملناه المره الاولى حليناه بالزبده وعملناه في شكل رولو، ومن بعد زدت حليته هكا يبدا طويل ونشكل الشكل نتاع الكعك هذاك. صدقوني ولا سلوك سلوك من داخل، يعني كيف تحلو عباره تحل في كعبه نتاع ملاوي، تبدا طبقه بطبقه. كيف ما شفتوا هشوش على الاخر، المنظر يحكي وحده. هذه الكعك نتاعنا بعد ما كملت طيبتها الكميه كامله، هذه البريوش نتاعنا كيف ما شفتوا يحكي وحده. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه، ان شاء الله الوصفه عجبتكم. نستنى كومنتاتكم، نستنى جماتكم، نستنى تشجيعكم، بالتشجيع نتاعكم نجم نقدم. نستناكم ان شاء الله في وصفات اخرى. نقولكم في امان الله وبسلامه.